labada professor ee Cali Khalif Galeed iyo Ahmed Ismaaciil Samatar oo ayadii u dambeeyay gobolada dalka Soomaaliland ka waday dood la xidhiidha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa kulan la xidhiidha arrimahaasi magaalada Berbera ugu qabtay bulshada reer Berbera waxaana dadweynaha reer Berbera su'aalo aad u tiro badan halkaas ku weydiiyeen labadaasi aqoonyahan professor Cali Khalif Galeed oo isagu ugu horeyn halkaas ka hadlay ayaa ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay heshiiskii Khatumo iyo Soomaaliland iyo sidoo kale haddii heshiiskaasi fuli waayo waxa ay yeelayaan ka maamul Khatumo ahaan heshiiskaanu Soomaaliland la saxeexanay heshiiska oo ahaa magaalada Caynabaan ku kala saxeexanay bishii Oktoobar 20-keedii 2017-kii dowladdu ku jiray meel walbana waa yaalla باب الاجتهاد مفتوح حدي أذكر هذه السلام وحتى قدوة السحكمة وحدي أكره وحد دماء إن المرئي الإسلام وقراني إن تشيس كاس لهير قليو قدوة فرقوة بيانة وحولية عندي إمام وكنتم بيسارة وحا مستحق يوبيه إني فليان وهرق اليان هشيسكا ما نهرق لي فلا سوق هذا الكون إيا أنا أن تبريد وضع الكون هل أنا أتطبع عليه لكن أنا اللي يقول الحين ما يهرق فدلا بعد سوق هذا إيسا حتى يكر كان ودنج الدوار كان فان كاريكا قرآن يقول مثل أي مقا عابا يو كاتيكوريكا وانا أقلانا يا مجرتو mana rabo sidoo kale professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay arrimaha dabada ee Soomaaliland isaguna tilmaamay in aanay Soomaaliland muddadii ay jirtay aanay hal saaxiib ku yeelan wadamada caalamka الدنيا إنا كرت ما بينها وشاكي الله يسوي ما لها تطلون أو شاكي يستوي لكن واحد دبعة ما ينسى وأنا سديد يلا بعطان سنوات ما كان قاعد خسارة وين بيا أنا أقول لك واحد طبعا حتى سديد يلا بعطان كاس سنوات وهي يعني كوه مية إنه واحد مسلم واحد بعد الحمد لله سكوت ده أنا فائدة كين واحد الله وطن قرآن ما أنت إنه أنصار سائبا هيمش سدي حسي أو شاكي أبين كده ولا رنتي ما قلنا سينجل كنتر سيدي دي لما تصل من الله واحد إلا اسمه دي صوما أو بوس ما ترى أنت لسه ما يو لسقي ما دولا يدار دولا دي تطلع يدار وا محايم سيدي دي لما تصل من الله حبيبه كين كلنا كنا وياك سو قريب قلنا دلوقتي نعادو ترى بدنا نور هبر برا يا همين كي حلا يا هاك دعي وتل كار دايما نيم قال ده بر برا وحنا هالكاسي سؤال ترى بدنا لقوا يدي لا بد أسيع قن يهن محمد عبد الله سو فلسطين فيرسل تيفي مقال ده بر برا